قناة الدراما المغربية. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. بلا ما نوصيك كوني هانية. يلا صباح الخير سي عبد الحي. جلسية؟ لاباس؟ لاباس الحمد لله. شنو غادية؟ اليوم الربو ديالي راه كاينة رحمة. واخ ما تعطليش. لا لا ما تخافش سي عبد الحي. كاينة حاجة؟ كاينة كاينة. شكون هاد الوليد؟ ولدي أسيدي. ولدك؟ أهلا أهلا أهلا. زوين هاد الوليد. شنو سميتك؟ يزن. معلم كتلعب كرة مزيان؟ يلا لحيا نشوف. معلم انا غنجي نلعب معك. وانا كنقول شوف خارجه والطيور كيغنيو. قول مراتي الحبيبه خارجه كتفطر مع راسها ما خاصها خير. ياك صباح الخير. شنو الصباح راه 12 هادي حتى انا خلوني معطله في النعاس. فين تعطلتي؟ كنت في البيرو عندنا شيخ صبح حاصل في الديوانه ما خرجتوها بالكشيف. ودريتي حتى هي مشات؟ خليها تمشي. يوم الروبو ديالها وزيدون كاين رحمه وكاين هنا. خديتي الدواء ديالك؟ خلاص طلع لي داك الدواء في الراس. بون انا غنطلع ندير شي تليفونات الا وجد الغداء عيطوا لي. واك صحتك. ميرسي. معلم السلامة. ياك ما تصر عليك شي واحد. ما انا سهلة اليوم. انا عارف كوارا. ايوا قولها يا الحبيب ديالي وعمر بها فمك. يلا سير على الله. كتصقع عندك عيني. شتي فين ما نخرجك بعيد بقيت تشهي عليا الطول حرور. واش بغيتي مني كتصغيرة ولا دي الأكلة المفضلة عندي؟ بزاف عليا انا ما نقدرش قهرني انا ما نقدرش نكملو. انا نكملو تابع ليا ما بقى عندك قلب الحرام. خذيها بالصحة وراحة. ايوا علا عرفتي فوق ما كنمشي نشوف كتحل لي الشهية على الحرام. اياه الله هي دابا انتيا غير كتشوفيني كتفكري بطول الحرام. ما توحلاش لي عاوتاني. دابا انا غير بغيت نقول ليك انا دابا داكشي كاع اللي تقول لي عارفه وحافظه وتقرا راه كتقول لي كل سيمانه. يا بلاتي شور عليا. واش سمعتيني بعدا شنو بغيت نقول؟ شي حاجه جديده. وايا بلاتي انا سير ما يكفيك لافونس. ما سير على الله. بغيت نقول ليك واش تي انا وراه كنسطا عليك يا المسطيه. انت كتسطع عليا شنو نقول؟ ايوا راه هي كيما تيقولوا مسكين بغا مسكينه وتهنات المدينه. ايوا برافو عليك شتي هي الجدي ديالنا. انا باش كتعجبيني انت فاهماني مزيان كتعرفيني شنو غادي نقول. برافو عليك.
حدا داك الموطور بحال ولا يجي شي واحد يعلق لينا به ونمشيو على جنينا. واتي لا قدو ينوضو غير يديو الى عندو شي ركابي. دابا انت عندك ركابي واش بان لك؟ ايوا لقديتي تبعني. أكيد تفكر لي هو أحسن خرجة مالها واعرة كوش ليك أتي يا عزيز حبيبة ديالي اش من نهار تكون عندنا دارنا بوحدنا صافي وين الخير تانتي مالك مزيرة قطع لي أي متاج نيري يسكى الحاجة كتعيط يوطي دعي معي يوطي تعفو عليا من الحاجة وتعيط الحاجة يلا سيك حالة أجي 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 انا الحاجه هنا جيت سمحي لي ما كتجاوبيش في التليفون الحاجه كتمشي لداكو كتنسي راسك راك عارفه الحاجه الطوبيس كيتعطل والليل دابا شنو الطوبيس كنقول لك قبل العصر تكوني هنا صافي ما كاين باس ما كاين باس عجبك الحال دابا سيدك عبد الحي ولا كيتسخر عليا انا لا نتسخر عليك غير ما تقلقيش سيري بدلي حوايجك سيري ديك الكوزينه راه كتشطح وتنوض عدت لي الشقيقه هاد المصيبه أرى لي الدواء دراسي هاك غير وحدة بغيت تقتلني غير وحدة هاك الحاج هاك أنا جاب لي الله وليتي كتعصبي بزاف بحال هاد الدواء هذا ما بقاش كينفعك دابا وليتي كتفهم حسن من الطبيب لا ما كنفهمش ثانية ثانية واحدة معلقة هكا سالي نقية هاد المعلقة؟ ايه نقية مكرا جات جات لهنا؟ شفت الحاجة حيت انا قبيلة مشيت عند واحد صاحبتي شوف شغلك هذاك انتي ما خصك تعيقي شتي الحاجة ما عندهاش مكرم ان شي واحد يكذب عليها ايه ولكن انا بصح نيت كنت عند صاحبتي سي عبد الحي امي شنو كانت باغية بالعادة بغات الفلوس ياك عطيتها شي بركة ما كنتيش تعطيها سعد الحي ماشي مشكل الحساب بيناتنا يا ربي سعد الحي تريسيا ياك لاباس والو باس والو كتهضري بوحدك بغيتي شي حاجه شوف انا غادي نمشي في الصباح بكري واخا غير كرهاني سي عبد الحي تمشي وتجي بسلامه ان شاء الله ياك لاباس لا كلشي مزيان سي عبد الحي تصبح على خير صباح على خير واخا
لا ما كاين لا مجاج لا والو شناهاش كله تروازيام كاتريام لا لا الكاتريام هو معزول هذه راه بعد السلعه ديال السيمانه اللي فاتت هذه بعدا كاع ما شتيها هو السلعه قليله فين مشات لا انت برومي شوا عازلين بوحدي هنا الدوزيام شوا والتروازيام شوا اللي مشات فينا هنا ما بيناش عندي وانت راك عارف بغيت نهضر معاك واخ تنطلقوا في البير واخ شوفي عيط لي عفاك الكريستوف المهم حاولوا معاه تلقاو اشنو لا غير جيت نوريك الحساب وهذا اللي بقى من تحت الحساب كيفاش اللي بقى من تحت الحساب على شحال حساب عندنا جوج كيفاش جوج احنا عندنا نصايب لك واحد القهوة وانا باش نعرفوا نتفاهموا هو عبد الحي؟ لا شريف انا هو عبد الحي الحاج كان كيشكرك بزاف الله يرحمه والله يرحمه ويوسع عليه بصراحة راه بقى فينا بزاف والله إلا العمال كلهم باقي العالم مصدوم المهم كتعرف أنا ما كنعرف والو في هادشي تعوال على الله وعليك الحاجة كوني هانية هذيك البركة اللي كانت نجيبوها لكم والله شاهد سبحانه وتعالى لا تحلف ما غاديش نلقى أحسن منك الله يجيبنا في الصواب حتى حاجة ما غتغير وأنت اللي غتبقى في هاد البيرو شكرا دابا قلت لك السي عبد الحي دابا هادو لي فاكتور ديال الخشب اللي كيخرج بالشيكات وهذا ديال اللي كيخرج اسبيس اسبيس؟ سي كمالي قلنا ما نتعاملوش بالاسبيس ما يمكنش كاين الكليان اللي كيبغي يخلص بالشيك وكاين اللي كيبغي يخلص اسبيس وحنا كنتعاونوا باش كان اسيدي ما نتعاونوش معاهم راه غتبدا المشاكل راه الحاجه قالت لك ما نتعاملوش مع لي بارتيكولي شوف تهنا من جهه الحاجه انا شغلي هذا وكنعرف ليه راه الا عرفت غتنوض عليا الصداع كاين لا صداع غادي ينوض لا والو هادشي انت كتعرفو هادشي بيناتنا وكنعرفوني كمال راه ما نعرفكش ثق بيا خدمتي هادي وانا كنعرف اش تندير شحال تما انت احسبهم بيدك وحيد منهم فهمت قولي علاش ما تزوجتيش ترى قدام شاب تمنى تكون مرة ايوا ان شاء الله ان شاء الله كنظن باقي بلا ماكله ياك شويه انا مشيت لك واحد الشيء وغادي تاكلها معايا عاد غتمشي واخا سي مراد نهلا سيدي هذاك الشيء ديال المرسى خرج راه واخا خدا لينا شويه ديال الوقت في الديوانه ولكن راه غدا يوصل عندنا ان شاء الله شوف راه ماشي هو اللي خدانا الوقت في الديوانه راه حنا اللي مرخيين هاد المره بدات تسبق الاحداث وجد وراخك وقول الناس وعلم الناس وارزق عباد الله هذا وحنا نبقاو نخلصوا في لي زاجور كون هاني سي حكيم الصفقه ديال يونان فين وصلنا الحمد لله الوسطاء ديالنا راه قبلوا الصفقه غير هما راه عندهم واحد الشرط بغاو العموله ديالهم كاش وشوف دابا بنادم ما بقاش كيتيق والشركاء راهما بغاوك واخ اخوان صافي ما بقى ما يتقال واخ شكرا هذا خليه عندك حتى نشوف معاك مع محسن ما تمشيش حتى نشوفكم سي عبد الحي سي عبد الحي راه الشركاء بغاوك تطلع عندهم اليونان باش تما تسلي معاهم العقد ونيت تعرفوا عليك واش غندير انا معاهم في اليونان الا مشيت كيخصني نسني وانا ما عنديش الحق والحاجه اللي قلتها ليها غتقول لك انا ما غنمشي لا اليونان ولا ولو بنقص ما هادشي واش عبد الحيره ديما كيوقع لنا هذا المشكل هذا في اي صفقه دائما عندنا المشكل ديال السيناتور دابا كون كانت عندك الوكاله كون ما نعرفش معاهم هادشي قلناه للحاجه والله باقي ما لقيت له حل
المهم راه الاسبوع الاخر باغي تكون عندهم تماك. اسمح لي السي. شكرا. شي شي الشريف راه ما عندناش غير الطول الحرور. جلس جلس عندي شي كلمه ما نقول لك. قول لي انت غادي تجي تخطبني من عند امي؟ انت غير بشويه عليا من انا هاد الزربه وراني محروقه اضربك عليا ما تيتجمعش منا. ولا راه ما عنديش مشكل ولكن خفت عاوتاني تبقى تقنطر عليا امك. خبرك دابا ما بقى حد كيقنطر على حد. والله انا ما بقيتش قادره نصبر. سمعني شنو غنقول لك مزيان. انا قلت السيمانه الجايه مثلا تجي تخطبني والسيمانه الاخرى نضربوا لك حل في البيض. اش بان لك؟ واش غيبان ليا؟ وخلي ما يتقال يلا وانا غنمشي دربانة. يلا بسلامة. اجي 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 بعدا خذ غير شي عصير ولا اتاي. ما قاد عليه عرفتي انا غير تسخني ودير هادشي اللي طلبت منك هذيك هي الدنيا عندي وما فيها. يلا بسلامة في خبرك انا راه سالتها ولي بالويس. يلا دي هادي الفوق وخلال. السلام عليكم. انت معطل وهي معطله شنو هادشي؟ شكون هادي المعطله؟ ادريسيه. ولكن الحاجه انا كنت في اجتماع. اجتماع ولا كنتي عند الحباب والصحاب وما سخيتيش تجي؟ الله يهديك الحاجه انا حبابي وصحابي هما انتيا. شو 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 المصيبه؟ شو كي دخلك تسلت صحابني ما شفتهاش؟ الحاجه بردي شويه راه لبقيتي بحال هكذا ما تبقى معنا حتى متعلمه. علاش متعلمه؟ تعطى الله. عزيزه اشي نعم لا طلعي هذا الفوق. شوف دابا معنا ما نديرو غنوجدو لهم الكاش اللي بغاو ومن بعد جو سي القضيه ديال السيناتور خصنا نستناو شويه. ماشي دابا ماشي دابا حاجه بالقمع اصبر شويه غنقضي بهادشي اللي عندي. الله يعافيك. شي حاجه اخرى سي عبد الحي. ميرسي. دريسيه. لا تواس. نعم. قولي دريسيه. نعم. واش كاين شي معقول ولا غير لعب الدراري؟ ما فهمتش. هذاك الولد اللي كتكوني معاه سميتو؟ هذاك الكارسون. عزيز. عزيز ناوي شي معقول ولا غير لعب الدراري؟ لا سي عبد الحي هو نيتو حسنه الله يكمل علينا بالخير. ونتي عاجبك؟ مزيان غير حدي راسك ها لانهم كلهم في الاول كيقولوا نيتنا حسنه والمعقول وفي الاخر كتولي هضره واحده اخرى. من ديك الناحيه ما تخافش سي عبد الحي. المسخوطه يا كنقول لك هاد الورد كتعرفيه عزيز عليا بحالاش وغرساه في الجرده ديالي ومهليا فين صافي الحاجه صافي منك ان شاء الله. سيماني هادي وانا كنقول لك قابليه وقطعي في الوقت ها هو دبال شفتي وانت الحاجه دابا انت كتقطعي فيه شوفي حلم زوينات وانا والله تعجبني. لا 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 هاد الايامات انت ما بقيتيش عجباني ها عندك يكون تلف لك مخك شي واحد على مني حاجه ديال داك الشيء ويلي ما تقوليش هكا ويلي عقري قري والصراحه لله الحاجه واحد الولد قال لي كان عجبو معانا ما بغيتش الدخول والخروج في الزناقي وداك الشيء قلت لي شوفوا ولد الناس يعني الا كنتي باغي المعقول في دارنا راه هي ما قلت شي حاجه فيها العيب الحاجه هكاك عندكي عندكي ياكل لك مخك شي واحد ويضحك عليك. اسمحوا لي تسال اجي اجي سيري انتيا. ها
بحال كنتي باغي تقول شي حاجه. ايوا زوينه الريحه اللي فهاد الوقت شد. كنعرفك ملي كتبغي حاجتك اجيني من الاخر. ما عندي ما نسالك الحاجه، ما كاينش اللي كيحفظني قدك. لا هو غير عندي واحد المشكل بسيط. لاباس دابا عندي هذيك الصفقه ديال الخشب مع دوك اليونانيين وبغاو الكوميسيون وكاش. ايوا شنو هو المشكل؟ خلصهم وانا كتحاسب معاك. لا عرفت ما كتحاسبيش معايا، ولكن دابا هذوك الناس ديال اليونان دوبي الديبي كنناقش معاهم انا وكيسحبهم دائما انا هو مولشي. ما جاتش مولشي؟ علاه انت مولشي؟ واش باغي تقتلني وانا حيه؟ لا الحاجه ما بغيتش نقتلك، كان انا قلت كيفاش نعذبك وانت ما كتبغيش الطياره ونمشيو حتى اليونان. شوف شوف هذيك القضيه ديال الوكاله والسينياتور عمرك ما تعول عليها، فضينا هذا الموضوع. الا كانت شي حاجه خاصها تسينا جيبها لي نسينيها انا صافي. ولكن الحاجه عزيزه دابا غقولي ليا واش الناس كتزغرت وانا بغيتيني ندب حناكي يا عباد الله؟ بغيتيني ندب حناكي واش على عزيز امي؟ وعلى من؟ عليا انا. هما شتي عزيز من الاخر كيبغيني وكيموت عليا وحتى انا كنبغيه. يلا اي والله يقطع البغو من الدنيا ويقطع حتى داك المسلسلات اللي علموكم الحب ديال الزلط. ما لقيتي ما تبغي عم قرد بحالك بحالو هدوي. دابا عزيز كيبان لك مقرد امي؟ عزيز راجل وخدام بدراعه ماشي طالب معاجو. لا خدام بدراعه. دابا انا عاجبك حالتي فاش انا ياك؟ عاجبك حالتي وراضيه بها. نهار وما طال وانا في الموقف نطلب هادي ونصبل لهادي ونرغب هادي على ود باش نتعاون على هم الزمان ونكبر خوتك، وانت دابا جايه تقولي لي بكل بساطه تاخدي لي بزلط مزيان؟ شنو بغيتي امي؟ بغيتيني دابا حياتي كلها ندوزها في الديور من دار لدار خدامه؟ ها ما درتش انا داري ودير الراجل ودير الولاد وتقطعوا الرجال من الدنيا. بالك غير داك الويزيز ديالك المزلوط هو اللي بغيتي تاخدي. ايوا نديروا على لا كاع تزوجتي بهاد سيدك عزيز قد يصرف عليك ولا طمع لك جوج دريه اللي كتعاونيني بهم على هم الزمان وخوتك؟ ها ماشي حسن ليا امي بان ليا ما غنتشاهمش انا وياك. سيري عمرنا ما نتشاهموا. بقاي خدام على لالياتك الناس يزيدوا لقدام وانت غاللور اللور. ودي شغادي نقول لك هاد الدريسية واش تي بيني وبينك راه امك راه عندها الصح راه ماشي غير اجي وتزوج. ايوا خويا عزيز شنو عجبك انت الحال هاكا نبقاو غادي جايين في زناقي ولا نبقى نتسنى تندير واحد 40 عام ونتكمش عاد نتزوجو؟ انا حيد الزمان كاع. ودابا انا علاش كتقول لي هاد الهضرة هادي؟ راه امك اللي ما بغاتش وانا مالي ياه. وصافي دابا خلينا من امك قول لي بعدا جا ماشي فلوس؟ فلوس عاوتاني فلوس فلوس الله ينعل مو فلوس يا عزيز عزيز اجي معاك انت ما كتسمعش. يلا نمشيو يلا لا يلا نشوف حالاتنا يلا يا سيدي يلا نضربك ديك الكرافاطة. مالها؟ لا ما جبتنيش. واخا بصحتكم العراضة الحاجة. حاجة كيخصنا نردو بالنا مع هاد الدريسية. مالها؟ إيوا أنا شفت هاد الخروج ديالها ما بقاش عاجبني. شنو؟ أنت مالك؟ ما شتيهاش مع داك الكارسون داخلين خارجين. دبر راسها راه بنجيلها
زيدون قالت لك هادك باغي يتزوج بها حمانة. انت مالك اخويا؟ شوف ما تخلينيش نشم شي ريحه ماشي هي هذيك. اش غتشميها الحاجه؟ ما نعرف لك. لا حول ولا قوه الا بالله. الله يلحشو مالك. انا داك الكولي معاك هذا. نعم. وكتظلميني كتظلميني. وشحال هذه اتفقنا ما بقاش شك بيناتنا. انا عارفه بلي ما بقيتش معمره لك العين. عيد عليا هذا بلاش. كيفاش ما معمره ليش العين؟ انت مازال شاب والف وحده تمنك. حاجه شوف، واخا يكون اللي كان، انا ما ننساش انك جبتيني من الفقر وعايش في هذا الخير ديالك. واخا نكون ولد الحرام ما ننساش. الحمد لله اللي مازال عاقل، ماشي بحال النهار اللي مشيتي مع ديك الشطاحه ما بقيتيش بنتي. عاوتاني غتجبدي لي هذه القضيه ديال الشطاحه؟ ومره واحده غتندميني جوج د المرات. بون المره الثالثه ما عمري بعاود شفتها. ومن بعد زيد اعتذرت لك وطلبت السماحه وسمحتي لي. عبد الحي الا باغي وليدات كلها ليا، انا نزوجك على يديا. اش من وليدات الله يهديك. نوض نوض يلا الناس كيتسناونا. الو الو اي عزيز فينك؟ ورا انا غير في البريج ديالي. وشوف غادي تلبس حوايجك دابا وتجي لعندي. انتي فين غادي نجي؟ فاش فين؟ الفيلا. الفيلا كاع هي وراك معروض. ايه وصافي تجي يلا. برا العشاء جا تبع عزيز. انا وياك في الدار ما كان حتى شي واحد. وهي قول لي وحدينا في الدار. واو 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 انت راه شي كامل متخيل بحال هذا. اش هي انا في غادي اجي اليوم الدار كلها لينا والليله كلها لينا. واو واو تا بلاتي خلينا نشوف هاد الشي خل. ويلي 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 وشنو هو هادشي هذا؟ هادي المفاجاه. هادشي كله وجدت الحبيب ديالي. هادشي كله لا قبل ليا. ايه ويلي 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 والله العظيم الا مسخوطه انتيا. انت انا راه ما متيقش راسي ريرف. اجي قرصيني قرصيني باش نعرف راسي واش كنحلم ولا بصح. قرصي والله الا بصح. على بالنا يا خويا حس احنا ما نستحقوش نشفروا واخا غير شي لحظه ديال السعاده. والله العظيم الا انتيا واعره بالله. ترى هاد الناس هادو هما اللي عايشين فوق الارض، حنا عايشين تحت الارض. ايوا كي جيتك اجي. اشنو هو هذاك الشيء؟ جلس مازال حوايج اخرين. Thank you.
والله علاش تيجي يا الليله هذه درتيها واعره بالله كبيده. زيدك غير هذا الحمد ديالي. لا 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 صافي ما بقى عندي فين نزيد، انا راه كليت وشبعت وعييت صافي. ايوا ايوا من عندك مالك؟ واش وقع؟ سمع الطوموبيله وقيلا جاو مو كاع سير بصح حصلنا هادي هو خويا سير بي الله حصلها سير غنمشي غنمشي سير من هنا من الكوزينه خرج من الكوزينه فين غادي فين غادي نمشي للكوزينه الكوزينه وخرج في الجرده سير بي ويلا عباد الله اش غندير انا باغي ندير منك حاجه وشان كتعلميني اه انتي انتي بغيتك تعيشي في العز شتي الا خدمتي معايا مخك ما يخصك حتى خير ماشي غير الفلوس اللي غيوليو ديالك انا غنولي ديالك انا ما باغياش الفلوس العز تبعد مني بعد مني خليني نمشي خليني نمشي بحال هكا شوفي يا الجربه واش هذاك المزور تحسن مني دوي معايا واش عزيز تحسن مني الله يرحمك ما تخرجش عليا واش انا بغيتك تعيشي في الخير تعيشي في هذا الخمير وكل كل ديالك تعيشي بحال شي اميره ودابا كتقولي انا نخرج عليك ما باغي والو ما باغي والو اسمع واش في الضربه واش لك كلب اسمع كلب اسمع كلب علاش بغيتي نشوف الدليل علاش بغيتي شكون جابك؟ جابني رضا ولد اختي. كون حيدتي لي انا نجي موراك. فين هي الدريسيه؟ يمكن نعست انا ملي جيت لقيتها ناعسه. نعست وخلات الضوء شاعلين. لا دابا انا اللي شعلتهم انا مطفيهم. يلا سير جيب لي واحد كاس الماء راسي كيحرقني انا غادي نمشي نرتاح. واخا غير سير ترتاح. بقى حل واحد هو رجلي على رجليك لعند امي. وبالسيف عينيها تقبلك ويلا مشات تعكسات لينا ندوبنا عليها خويا ندوبنا عليها عندك الصح وين ما كتعرف لا حب ولا مولا يبيه كتآمن غير بالفلوس الفلوس 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 كل شي ضايع على الفلوس فلوس عزيز اش كتفكر شوفها ما تقول ليش رجع لتما عاوتاني سمعيني مزيان خاصك ترجعي
الدريسيه؟ اش كديري تما؟ الحاجه غير بغيت نحيي الطاسه ديال القهوه من البيرو ديال سي عبد الحي وهي طاح لي المعلقه. سمحي لي اجي قولي لي اش كنتي كتقولي انت وعبد الحي قبيله؟ قبيله لا مسكينه غير سولني على الوالده كانت مريضه حتى شويه لاباس. ياك ما باغي نطلبوا الفلوس ثاني؟ لا الحاجه اجي 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 بعدها ما كتلقى داك الشعور. يلا سيري جمعي لي شعرك وجدي لي الفطور. شوف هذاك الشيء اللي اتفقنا عليه غير نساه. مالك اش واقع؟ عرفتي الحاجه شويه دابا ما كانت غادي تحصلني. لا صافي رانا ضرب حسابي غير عولي ليا ما تخافيش. واش الكود باقي هو هذاك؟ ايه هو هذاك ولكن شوف هذاك تمشي تغلط فيه حافظو مزيان والله يدير شي شاويل ديال الخير. هادي هي تختي فيك ها انا مربياك ودايرك بحال بنتي ها هذا هو الشفا اللي باغا تزوجي بيه ها ما حشمتيش عبد الحي عيط البوليس البوليس يا عيال Oh, my God.
سولك انت ما كتعرفي والو على السرقه. اش قلت؟ اش قلت؟ ما كتعرفي والو على السرقه. عزيز ما كاينش صافي، ما كتعرفي عليه والو، ما اتفقتيش معاه. اش قلت؟ اش قلت؟ ما تخافش هكذاك باش ما دوزيش حياتك في الحبس. انا غنكون معاك صافي، غير بردي. انا عارفك، ولكن شوف دابا غتمشي لبيتك غسل وجهك ملي يجي وما شتي والو صافي. كتعرفي والو على السرقه صافي. سير دخلي بيتك تنعيطو لك. سر مهنتي لا غير سي عبد الحي، بغيت نعرف منك اش وقع. والو اللي وقع هو كنت انا والحاجه الله يرحمها حاجه زهره بنت الناس، شويه سمعنا شي صداع قرخيب، معايا كانت شويه مسوسه، قالت لي نوضو نشوفو واش كاين. درت لها خاطره وجينا لقيت المكتب محلول، ملي دخلنا لقينا هذاك الشفار هنايا وجابت الفلوس كلشي. كنتي معاهم اللي شدو الشفار في البيرو؟ لا شاف، انا كنت نعسه في بيتي واحد الساعه ضربتني الفريقه بالصداع، يعني صداع جاي من الفوق. ايوا قلت لي سير عيط للبوليس. مشيت عيط للبوليس ملي جيت تأميت. هي الشفار شفتيه؟ لا 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 ما شفتوش. كيفاش؟ حتى انا ملي طلعت لهنايا لقيت الشفار هرب. سي عبد الحي، هذا اللي بغي يسرق لكم الفلوس واش كتعرفوا؟ كنعرفوش، لكن شفتو وسط ألف الناس تخرجوا. شوف ديال عمري ما نساها. دابا انت ملي طلعتي معطلة، الشفار كان مشى منين هرب؟ من حيت هو كان هرب. انا ما عرفتش كان هرب.
معليش دابا غتكون انت مع الصدمه ما تقدري ما تعقلي على شي حاجه حتى من بعد ونعاودو نشوفوك. قول لي ما لقاش شي بريكي فهاد البير. شوفوا ولدي جمع لي الدراري وقلبوا المدينه كنت بقلت نبغيه يكون قدامي هاد الليل. كون هاني الشيف غادي نجيبوه نجيبوه. ما نبغيهش يبات في دارهم لطفي. ما تخافش الشيف غادي نجبدوه واخا يكون تحت الارض. اجي كريسيا. نعم جلسي. خلينا لك سي عبد الحي بركة اللي فيه يكفيني. قلت لك جلسي. القصوحيه ديال الراس ديالك راه ما توصلك حتى شي حاجه سي عبد الحي. بلا ما تلويني من الدراع اللي كيضرني ياك. دابا انا باغي نضرك. انا باغي مصلحتك. بغيت تفكري في راسك. بغيك تفكر كيفاش خصك تخرجي من هاد الوحله. يا قلتي لي نكر. انا نكرت كل شيء ولكن غدا ولا بعد البوليس غادي يعرفوا الحقيقه كامله. بوليس؟ هادشي خلاك البوليس. البوليس ما عندهم ما يعرف. البوليس غادي يعرف هذاك الشيء اللي بغيتو انا يعرفه. غيكون عندك مشكل بحاله وحده. هو اللي ما تبعتينيش الا ما تفهمتيش معايا ساعة براسك غادي تمشي على الاقل بواحد 15 عام ديال الحبس. 15 عام؟ انت باغي ندفن شبابي في الحبس واقيلا. اجي اجي دريسيا. وانا ما ندفنش راسي. دابا زوينه هاد الحياه انا اللي كنعيش. انا دفنت راسي وندمت. عايش في جهنم واللي شافني من برا يقول هذا راه عايش في الجنه. تبعي كلامي. اجي. شوف تريسيا غير تيقي فيا شي لا تبعتيني ما يخصك تا خير. اجي انا وياك ندفنوا الحاجة وعزيز. كن فيكون فاصحاب الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم رب العالمين انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مش معك بس سي عبد الحي انا ما غنعزكش. انا بالنسبه ليا باقي ما دفنتهاش. ما فهمتش. بغيت نقول القضية باقي ما دفنتهاش. واش نقول لك هذه خدمتكم وانتم الخدمة ديالكم مني على الشك. اما انا بالنسبة لي الواقع هو ان الحاجة الله يرحمها زهرة انا ما كانتش بالنسبة لي غير مراتي. كانت مراتي وصديقتي وكنحط عليها الراس. بالنسبة لي انا اكبر خسارة. اليوم عاد كنحس براسي يتيم. هو الخسارة ولكن بالنسبة لي أنت ما خسرتي والو. بالعكس أنت رابح كل شيء. بارك في راسك. جيسي وقفنا يلا شوف دخل يلا.
خونا مرحبا. يلا ما نسمعش هضره يلا. تفضل هاي البليصة ديالك. يلا استاهل يا مرض يلا تلاح. تفضل. الشيف هذا التقرير ديال الطب الشرعي. تيبين باللي كاينه ضربه واحده في الراس. والطبيب الشرعي تيقول كاينه نسبه قليله باش تكون هاد الضربه هي لك ثلاثه. سورتو ان ما كايناش ايموغاجي انتر. واش كتعرف تعاون؟ بيان سو كنعرف نعاون. لا اللي بغيت نقول واش عمرك غرقتي وتقطعت فيك النفس؟ راه ما فهمتش، باغي توصل لشي حاجه شاف. وهذاك عزيز واش عنده شي حد من العائله؟ ما عرفناش ولكن نبحث في هاد القضيه هادي. دابا عندنا بزاف ديال لي بيست. ما لقاش عندك شي بريكي؟ شاف راك عارفني انا ما كنكملش. ما عرفتش انا هاد البريكي فين كنحطها. دريسيا دريسيا شنو؟ صافي غتمشي؟ وقع عندي ما يدير في هاد الدار. ولكن علاش غتمشي؟ وفين غتمشي وعند من؟ الدريسية سي عبد الحي خليني نمشي، أنا كرهت راسي ما بقيت باغي حتى شي حاجة. أنا فاهمك فاهمك حيت هادشي اللي وقع ماشي ساهل لا عليك ولا عليا. المدة الله يخليك أسي عبد الحي خليني نمشي الله يرحم لك الوالدين. الدريسية راه ما عندك فين تمشي. الدريسية غير دريسيا من غادية. شنو مازال باغي من الناس المفتش؟ طلعي نوصلك. طلعي طلعي. كنتي كدير هنا؟ خدمتي كيف ديما. ما عندكش خبر على عزيز؟ عندي خبر ولكن ما كتعجبش. فحالاش؟ كذبت عليه؟ انا راه عزيز كان حياتي كاملة. غريب. شو اللي غريب؟ البارح في التحقيق اللي درنا معاه تيقول بلي كان كيتفلى لك وكان غير كيستغل لك باش يوصل داكشي اللي بغاه. عزيز قال هاد الهضرة هادي؟ متأكد عزيز قال هادشي؟ أنا ما كنتي حاسة بوالو. أنا ما كنتش حاسة بوالو وما بقيت عارفة أصلا والو. دريسيا دريسيا خير عليكم. صباح الخير. نبغي نجمعكم اليوم باش نقول لكم واحد الكلام. سي عبد الحي قبل ما نبداو الاجتماع بغيت نقول لك باسمي وباسم الاخوان كلهم راح نهنيوك بالترقيه الجديده ديالك اللي صبحتي فيها الرئيس المدير العام للشركه. بارك الله فيكم. انا ما احتاجش لا التهنئه ولا لاي حاجه. اللي بغى يهنيني بصح هو يدير خدمته. العهد ديال الحاجه راه مشى. في الوقت اللي كنت كنجري على شي واحد ولا كناخذ في حقه شي اجراء لانه تهاون كيمشي يبكي على الحاجه وكترغبنا وكنجيو ندخلوه. دابا راه ما بقاش. هذا وقت عبد الحي اللي بغى يخدم معايا مرحبا به. الشواهد الطبيه انا ما قابلهاش. التهاون انا ما قابلوش. سي عبد الحي الله يخليك. اليوم ما غادي نرحم حتى شي واحد. اللي بغى يخدم معايا مع عبد الحي مرحبا به. اللي ما بغاش يخدم يقولها من دابا نعطيه حسابه. ما عندنا مشكل. انا باغي من دابا عامين نكونوا الرقم واحد في افريقيا. فاللي بغى يخدم مرحبا به. اللي ما بغاش راه ما عندهمش شواهدهم وكيتسناو. حكيم عيط لي لهذوك الناس ديال اليونان 24 ساعه نبغي نسني معاهم. داكور الله يعاونكم. يا ويلي على الحمقه يا ويلي. والمراه راه ضرباتها بموتها والسيد ضربها بورتها. ويلا كان عقلي ينفعني السيد راه عينو فيك من زمان ماشي عاد اليوم. امي الله يعطيك الغمه.
يا المسخوطة سعدك جا حتى لبين يديك وبغيتي تنوضي تسمحي فيه لوحدة أخرى. ويلي وحدي يا ويلي، ياك الراجل طالبكها في الحلال. أنا موعدة عزيزة أمي، هذاك السمية ديال داك الشفار ما بقاش جبديه ليا في هاد الدار، سمعتي؟ وحنا ولاد اليوم ماشي ديال البارح، ولا بغيتي تبقاي تسنيه ليا من دابا 30 عام تيخرج من الحبس. ويلك أنا أمي دخل الحبس راني السابع. ما هوش صغير ولا كيرضع صباعو، حنا ولاد اليوم ماشي ديال البارح. والبكا مور الميت خسارة، ونوضي ضربي الحديد ما حدو سخون، وبين يديك يا المسخوطة. كلشي عندك ساهل، سبحان الله العامل. يا ويلك كان عندي كلشي ساهل، نوضي اختي درقي عليا زلافتك، وما بقاش نشوفك حدايا، يلا. تامي؟ نعم تاع عبد الحب. فين الكلام اللي قلت لك؟ يا قلت لك هادشي ما بقيتش باغي نشوفه هنايا. لا كان هذه التعجبات والتوريدات والظاهرات كنت موتي عليهم الحاجة الله يرحمها. الحاجة الله يرحمها، دابا نعم. بغيت ندير هذاك الشيء اللي بغيت أنا. أنا بغيت ندير السوق، شغلك؟ نعم حقك أوليدي. غتقلعهم ولا غنجيب لي يقلعهم؟ لا نقلعهم، نقلعهم تاع عبد الحب، خير ما نتقلعهم. دبر راسك. لا لا. يلا. كل هانية تاع عبد الحب. زيد زيد أمي، أمي جرت عليا من الدار.
بيتك يا لاله. بسم الله عليك. يا لاله بسم الله عليك. انت راك في الفيلا ديالك يا لاله. الفيلا عبد الحي. سي عبد الحي يا لاله خرج هذه ساعه، راه خدا الفطور ديالو وخرج. ارتاح يا لاله. لاله نجيب لك شي كاس الماء. وجدي لي حبايشي باش نخرج. واخا لاله. واو تغيير كبير هذا. اللهم على حسد. دريسية بغيناك تعاوني معنا. نتعاون معكم خياش؟ انا كنهضر لك الشيء اللي عندي قلتو لكم، ولكن مازال ما سمعتيش شنو اللي عندنا حنا. عرفتي هاد لافير هادي برزقتني مزيان في راسي، خلاتني نفكر في بزاف ديال الاحتمالات. كيفاش دار عزيز حتى دخل الفيلا؟ وكيفاش لقى بسهوله البيرو؟ وكيفاش دار حتى حل داك الكفر بلا ما يكون عنده الكود؟ الا ما كنتيش انت اللي عاونتيه. وهاد الشيء تيخليني نقول بلي نتوما بجوج خططوا للسرقه. بريسيا فكري في هادشي اللي قلت لك مزيان. دريسيا الا كانت عندك حسن نيه راك تعاوني معانا ان شاء الله. عرفتي هاد لافير هادي برزقتني مزيان في راسي، خلاتني نفكر في بزاف ديال الاحتمالات. كيفاش دار عزيز حتى دخل الفيلا؟ وكيفاش لقى بسهوله البيرو؟ كيفاش دار حتى حل داك الكفر بلا ما يكون عنده الكود؟ هادشي تيخليني نقول بلي نتوما بجوج خططوا للسرقه. الاحتمال الثاني تكوني انت اللي مخططه لكل شيء. لا عزيز ولا عبد الحي فراسو شي حاجه. عزيز اللي كان تيق فيك كيدخل الحبس، وانت كتربحي عبد الحي وفلوسه. احتمال اخر، علاش ما تكونيش انت وعبد الحي اللي متفقين على كل شيء؟ عزيز يتقدم فيها، انتوما بجوج يخلى لكم الجو.
الاحتمال الاخر اللي تيبقى ليا هو ان عبد الحي ذكي بزاف لدرجه انه هو اللي خطط لكل شيء. ولا كنتي انت بريئه غادي تعاوني معنا باش نوصلوا للحقيقه. عزيز؟ نعم؟ هيا افتح. يلا. انا عارفك دابا كتقول مع راسك دابا عاد لي تفكرتيني، عندك الحق. وانا راه ما جايش دابا باش ندافع على راسي عزيز. وعلاش جايه موليني كمرتك؟ انا جاي باش نقول لك بلي عبد الحي ضحك علينا، ضحك علينا انا وياك، استغلنا باش يتفك من الحاجه ويعيش في خيرها ولقانا على قد يديه. زوينة عندك هاد الحجة يا هو بغى يتفك من الحجة، وراه حتى انت درتي بحالو، تفكيتي مني تانا تهنيتي مع راسك وصيدتي هو. ولا ما غاديش نجاوبك على هاد الهضرة، انا بغيتك تعرف بلي تا انا البولي شاكين فيا، وحتى انا ممكن نجي ندخل معاك لداك الحبس. وانا مالي؟ وانت مالك ياك عزيز؟ حيت انا بقيتي فيا لانه انا السبب اللي دخلتك لتما، انا جيت باش نعطيك غير شوية الامل اللي انا مبقاش عندي. ثق فيا، ثق فيا عزيزة. شتي انتيا الا عاودت تكت فيك نرجع كنحلم. اصير الله يهنيك. ما تنساش حتى حنا راه حلمنا اكثر من القياس. كنخمم فين نقدر ندوزو العطلة العام، واحد صاحبي وراني تصاور العام مشا هو ولادو كروزيان يعني. قلت علاش لا ما نديروش انا وياك واحد السيمانة فعلا تركة الراس في الراس كتجيني انا الضوخة من البحر. وعقل واحد النهار كل صغير مع اش لاباس بحالكك؟ ما عرفتش كنحس براسي اللي جيت لهيه. ابشر بشرب لحبتك يا ربي وشكرتك، طلبتك وما خيبتينيش. هاك بنيتي قوتي لي قليبك. بسم الله نسيبتي وانا صحاب نيت انا غتعطيني شي كويس. يا وي راه هي اللي حامل. بالصحة والراحة. الله يعطيك الصحة. والله إلا مني عرفت هاد الخبر نتاع لي وقتاش غير شنقولها لك. ياك أوليدي إيوا أنا مزاوقة فيك أوليدي، دير لي بنيتي في المومود عينيك وتهلا ليا فيها. هي اللي وصيها عليا، ما أنا ما تحتاجيش حيت هاد بنتك من نهار اللي شفتها شفت الخير. ما تزيدش فيها عبد الحي. أش ما نزيدش فيه؟ شتي انا من قبل كنعتبر راسي ما كنش عايش، دابا عاد وليت كنذوق الحلاوه ديال الدنيا. ايوا الحلاوه ديال الدنيا ذقتوها نتوما وانا حلاوتي فيناي. ها سيبتي انا ما نسيتكش بسم الله، ولكن بشرط. ايه شنو مشى هي؟ رفيسه. رفيسه بالدجاج البلدي. يا ويلي ما ندير لك شعر رفيسه بالدجاج البلدي، يا ندير لك المشوي وهو المكوي يا كل شيء، وهذه كلها كاع تاع رفيسه. بصحتك بصحتك. ما عند امك كتسطع الفلوس. والله انت ماشي بحالها. وانت والله ما تبقى فيها فهمتيني؟ والله ما ندوز عليها. وانت سير اولي سير سير دخل تلق دواك. وخرجي خرجي. انا هنا. الله يهديك. يلا بالي. انا مع خويا في عبد الخمسي سالينا. عبد الخمسي ليه؟ عقلي انا في الجلسة.
لا حول ولا قوة إلا بالله. شنو مخلق؟ افتح افتح. ياك لاباس مال هاد السيد؟ مالو معاك؟ هادي تيلي. ياك هادي اللي عرفتو مالو؟ قال لي قلتيلي حكموا على خوك، قلت لي عندي الحبس، ويا الدلتية هي تمام. شحال قلتي حكموا عليه؟ قلت لي عندي الحبس، وعرفت لي راه ما تعب الحي، راه قليلة في حقي. مزيان، سد الباب. وهاد المرة اللي جا عيط له البوليس. واحد سد مزيان. سمعت كل شيء وعرفت كل شيء. من خرج لينا دخو عزيزة؟ واش غادي تولي تخلعي؟ مالك؟ إلا مشات تلقى لي شي نهار. ألا لا ما يتلقالكش، وقول له مرة أخرى يعتب هنا وتشوف لما صيفطوا عند البوليس. ندير دابا خايفة إلا شي نهار يمشي تلقى ليا. دريسية شتي ما حدني معاك؟ الدبانة هي الأخرى ما تنزلش عليك. وهي حبيبي ديالي اللي جبتي لنا شي عساس ويكون صحيح. وليش بغيتي عساس؟ تبو تهامي دابا راجل كبير فهمتي، ما يقدرش يحامي عليا. شوف أنا الكارد كور ديالك، أنا معاك ليل نهار، أنا اللي كنعس عليك، عمر شي حاجة ما تعاديك. الله يخليك ليا. وضحكي غمض عينيك. علاش؟ غير غمض عينيك وديري النية. لا ما تغشيش. والله ما كنغش. يلا حل عينيك. حل. واو ما تكونش لي هادشي ليا. معلوم ليك. ولكن انت شريتي؟ يا الله عرفتي عبد الحليم؟ فرحة دابا عاد عرفت ما هزتي عندك. ياك؟ وإذا كان بحال هكذا الحبيبة ديالي كل نهار نسلك وحدها. عرفتي باش كيتصابوا الوراق ديال السيجار؟ لا ومناش؟ مناش كيتصابوا؟ الوراق ديال السيجار سيدي كيتصابوا من سميتو ولا والله ما عرف. شاف انت ما كتشربش قهوه بعدا؟ الله يفكرنا في الشاطه. عطيها الرضا. خذ اولدي رضا خذ. شكرا. مازال ما كاين والو؟ مازال الشيء. راه هي نسمع راه.
ليسيا ليك لاباس؟ اش وقع؟ نو ليك لاباس؟ اش كاين؟ اجي خرجي معايا خرجي. اش كاين؟ مالك؟ مالك هكذا؟ واش شي واحد قالك شي حاجة؟ وشنو؟ اش كتبكي؟ اجي كتسي كتسي. واش حبيبتي مالك؟ واش انا درت شي حاجة ما عجبتكش؟ وشنو؟ انا خايفة، بس خايفة من كل شيء، من الدنيا، من هاد الفرحة اللي عشت اليوم، خايفة ما تدومش. شكون ضمني انت اللي كتبغيني دابا تبقى تبغيني ديما؟ يا حمقى، انا غنبغيك دائما، تخافي من العالم كله الا انا ما تخافيش مني. تخاف منك انا ما نخافش. علاش تخافي مني؟ اش درت؟ ما قلتلكش درتي غير انا البوليس خلاني وليت كنشك في كل شيء، قالوا لي بلي انت اللي خططتي لهادشي كامل. بوليس؟ وشنو دابا غتبقاي تيقي البوليس تكذبين انا؟ مزيان لا والله الا مزيان، مراتي ولات كتيق البوليس كتكذب راجلها. يلا اسمح لي يا بنتي. اش غادي نسمح لك؟ اش غنسمح لك؟ علاش كتجرحيني؟ اش درت لك؟ شوف عبد الحليم، إلا كانت العشرة بيناتي غادية طوال، من الأحسن بنيوها الصراحة. ياك أنا وياك دابا ولينا واحد، ما تبقى تخبي عليا والو، وما بقات أنا نخبي عليك والو. أه قولي الحقيقة عافاك. واخ أنت الحقيقة؟ حتى أنت قولي الحقيقة. من نهار مات الحاجة وأنا كنحس بك بعيدة. دريسية واش كتبغيني؟ واش كتبغيني بحال اللي كنبغيك؟ ايه كنبغيك عبد الحي، كنبغيك. دوي معايا ما تلومني، هذا هو كتبغيني؟ كتبلع عليا. صوت قطار غادي تكون زعما خافت وحيدات الميكرو. ميرد معليش ندوزو بخطة تانية. حسي عليا البوليس، البوليس اللي بغاو يعرفوا الحقيقة ما جاوبنيش. بغيت أنا باغي نعرف الحقيقة. أش بغيتي تعرفي؟ أش بغيتي؟ بلاص بغيتي تعرفي الحقيقة؟ دكور أنا نقول لك الحقيقة. دكور ما تحتاجيش، ما تحتاجيش للبوليس، ما تحتاجيش لهذاك الشيء باش نقول لك الحقيقة. أنا نقول لك كل شيء. بغيتي تعرفي؟ أنا نقول لك. حرام عليك، حرام عليك الدريسية، حرام عليك، حرام عليك ديري فيا هذا الشيء. ما تلومنيش أنا. مقدرش نلومك، عرفتي علاش مقدرش نلومك؟ ترى بصح كنبغيك، كنت ما كنسوى والو، دليل، بحط راسي مراه شارفة بالفلوس، كيسحبني غنقول لي شي حاجة، راسي دليل، ما كنسواش، ترى علاش شتك، علاش شتك؟ قلت الله غنعاود نعيش من جديد، غنحب بحالي بحال الناس، ما نضيعش شبابي، حتى دار لي بنادك عزيز خسر ليه كلشي، شنو بغيتي ندير؟ كان خصني ولا بدا ندير شي حاجة باش نحيدو من الطريق ديالي. أنت اللي خططتي لهادشي كلشي. معلوم، أشنو صحابك؟ معلوم أنا اللي خططت لهادشي كله. شنو غنديرو دابا؟ فين هو حبيبي؟ دخل اتصل شو نقول له؟ قول له يدخل الف 15 كيتصل ب 42. الخط ديال الدريسي راه تقطع، قال لك الشاب دخل. عندك شحال كتقدريني؟ عندك شحال غادي تفلع عليا انت ولا دوك البوليس ديالك؟ انا اللي درت كل شيء وانا غنقولها لك. كنت عارف بلي عزيز محتاج الفلوس حيت مزلوط، كتسمع؟ عرفت بلي حتى انتي محتاجة الفلوس، انتي وامك، ودي النقطة ديال الضعف ديالك. عندك يسحبك النهار اللي فكاتك الحاجة من يدي فهاديك الليلة وجيتيني تلقى الشغيرات ديالك، ما غادي
خاتم بين صباعك. ارتبيت حيت انا بغيت. انا دفعتك تسرقي، انا اللي وليتك الفلوس، عندي انسانه طماعه، انا اللي وريتك النمره ديال الكوفر. عقلتي؟ واحد جوج ثلاثه، اه واحد جوج ثلاثه. وانت كتشوفي كتحفظي باش تعطيهم لعزيز، وانت اللي عطيتيهم ليه ودرتي ليه الخيط في المكتب، وجا هو مسكين كيتسلت وانا كنتفرج فيكم كنضحك مساكن غادي للخطه. انا درت كل شيء، اش مسحبك؟ وانا اللي عيطت للحاجه، انا اللي عيطت ليها باش تحصلكم، انا اللي بعدتك باش يبقى عزيز مع الحاجه ويقتلها ويهنيني. ساعة ما كانش راجل، ما قدرش. معلوم، انا قتلت الحاجة وصيفت عزيز للحبس على ودك باش تبقى لي عايش. قتلتي الحاجة؟ انت اللي قتلتي الحاجة وصيفتي واحد مال يحيط وكل العالم؟ قلتها حيت هي اللي قتلتني، وعزيز كان يستاهل باش تبقي ليا. يعني حتى دابا ممكن انا ما تكونش كتبغيني؟ بحال والو كتخطط باش تقتلني. دريسية 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 اجي دريسية دريسية خلينا نبداو من جديد، خلينا نعيشوا في هذا الخير، أي حاجة بغيتي نشريها لك، قولي شنو بغيتي نديرو لك، أنا مزوج. ما بقيت باغية والو، الفلوس خليتهم ليك ربح بيهم، أنا ما باغية والو. بلاتي بلاتي بلاتي، واخا أنت ما بغيتيش الفلوس، قولي كلمة ولدنا ولا بنتنا، علاش غادي يعيشوا في القهرة اللي عشنا حنا فيها؟ هي فكري. ولدنا ولا بنتنا؟ أنا ما حملاش عبد الحيد، أنا ما حملاش، هذا غير الخطة ديال البوليس معايا باش نطيحوك في الفخ. سمعتي وزيدون، انا ما عمري ما بغيتك، انا الواحد اللي بغيته هو عزيز. كيف اجي؟ كيفاش كنت كتفلع عليا؟ شنو دابا انا وليت عندك ضحكه؟ ما حرمش عليك تقول لي انت زيد 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 حرام عليك زيد حرام عليك. ماشي خويا عزيز، هذاك راه مع البوليس. طلق طلق يدي، صغر فاهم وسمعتيني. شوف فرق التدخل سائل. علي 15 كاين يدي على المركز، علي 15 كاين يدي على المركز. ست زيد زيد جلسي جلسي، هذا بالنسبة لي أنا خو عزيز، هجم عليا والهاجم كيموت سرع. واش أنت ما كتعرف غير اختيلا؟ أه ما كنعرف غير اختيلا. قسي you
انت باب الكوزين لطفي باب قدامي لطفي ما تديرو حتى حاجه حتى تعلموني لا هي انا غادي نرجع قعدوا مني عرفت حي اسمعني مزيان هذا المفكر وتفلي معاك ما ديرش شي حاجه تولي خارج على راسك وعلى هذوك الناس اللي معاك اسمعني مزيان ما كنتش شي واحد كنت بغيت نهضر اسمعني غير بالك غير بالك حتى واحد ما كاينش هو يلا بغيت كان واحد الاخر عبد الحي هذاك السيد راه من الشرطه راه تيدير غير المهمه ديالو ما كنعرفوش هذا 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 عليك القلب سعد الحي اسمح لي ما عزيتكش من النوبة الأولى حيت ما كنتش دفنتها دابا غادي نعزيك حيت دفنتها البركة في راسك واخيرا غادي نشعل السيجار ديالي الحمد لله اللي ما شعلتيش وسط الفيلا لكن انا راه كاع ما كنكمل وانا راه عارف اش عارف عارف باللي السيجار ديالو انت غير ديكور باش تكون ستيل